ديما صافي ملكة جمال لبنان السابقة رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ، والغموض بلف تفاصيل وفاتها. كانت ديما رمزاً للجمال والأناقة، وحققت شهرة واسعة في عالم الموت والجمال. خبر وفاتها انتشر بسرعة وخلف صدمة وحزن كبير عند الناس. مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بالتعازي والذكريات الجميلة عنها. ديما اللي كان عمرها 30 سنة بس، تركت وراها مسيرة مليانة جمال وأناقة. كانت تشارك في العديد من عروض الأزياء العالمية، وكانت دائماً محط أنظار الجميع. لكن للأسف لحد دلوقتي ما في معلومات واضحة عن تاريخ وفاتها الحقيقي. الشرطة فتحت تحقيقاً شاملاً لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الرحيل المفاجئ. ديما كانت معروفاً بحبها للحياة ومشاركتها في العديد من الأنشطة الخيرية. كانت دائماً تسعى لمساعدة الآخرين وتقديم الدعم للمحتاجين. في الأيام الأخيرة تم تنظيم العديد من الوقفات التضامنية والشموع لإحياء ذكرى ديما. الناس تجمع لتقديم التعازي ولتذكر اللحظات الجميلة التي قضوها معها. على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعل المشاهير والمعجبين مع خبر وفاتها، وكتبوا العديد من الرسائل المؤثرة التي تعبر عن حزنهم العميق لفقدانها. ديما بدأت مسيرتها في عالم الجمال منذ صغرها، وكانت دائماً تحلم بأن تصبح واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم. في آخر ظهور لها كانت ديما تبدو سعيدة ومليئة بالحياة، مما جعل خبر وفاتها أكثر صدمة للجميع. رحيل ديما صافي يترك فراغاً كبيراً في قلوب محبيها، وسيظل الجميع يتذكرها كرمز للجمال والأناقة والإنسانية. ديما صافي صاحبة مسيرة مميزة في عالم الجمال. بدأت رحلتها منذ سنوات، حيث كانت تحلم بأن تصبح واحدة من أبرز الأسماء في هذا المجال. من أول ما ظهرت لفتت الأنظار بجمالها العربي الأصيل. جمالها لم يكن فقط في ملامحها، بل في روحها وشخصيتها التي أبهرت الجميع. وبعدما فازت بلقب ملكة جمال لبنان، أصبحت رمز للجمال والأناقة. هذا اللقب لم يكن مجرد تتويج، بل كان بداية لمسيرة مليئة بالإنجازات والتحديات. ديما شاركت في كثير من الحملات الإعلانية، وظهرت على أغلفة المجلات. كانت وجهاً معروفاً للعديد من العلامات التجارية العالمية، مما زاد من شهرتها وانتشارها. شخصيتها القوية وحضورها المميز كانوا سبب في حب الناس لها. لم تكن مجرد عارضة أزياء، بل كانت قدوة للكثيرين، تلهمهم بقوتها وثقتها بنفسها. ديما لم تكتفي بالعمل في مجال الجمال فقط، بل كانت نشطت في الأعمال الخيرية والمجتمعية. شاركت في العديد من الفعاليات التي تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة. حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات تقديراً لجهودها وإنجازاتها. كانت دائماً تسعى لتقديم الأفضل، سواء في مجال الجمال أو في خدمة المجتمع. علاقتها مع جمهورها كانت مميزة جداً. كانت دائماً قريبة منهم، تستمع إلى آرائهم وتشاركهم لحظاتها الجميلة. هذا الحب المتبادل كان سر نجاحها واستمرارها. ديما شاركت في العديد من عروض الأزياء العالمية، حيث كانت دائماً محط أنظار الجميع. كانت تمثل الجمال العربي في أفضل صورة، وتبهر الجميع بحضورها. في مقابلاتها كانت دائماً تتحدث عن أهمية الثقة بالنفس والعمل الجاد. كانت تؤمن بأن الجمال الحقيقي يأتي من الداخل، وأن النجاح يحتاج إلى جهد وتفاني. على الرغم من شهرتها الكبيرة، كانت ديما دائماً تحافظ على علاقتها القوية مع عائلتها وأصدقائها. كانت تعتبرهم مصدر قوتها ودعمها في كل خطوة تخطوها. ديما كانت دائماً فخورة بأصولها وثقافتها. كانت تحرص على تمثيل الجمال العربي بأفضل صورة، وتشارك في الفعاليات التي تحتفي بالتراث والثقافة. لم تقتصر مسيرة ديما على مجال واحد فقط، بل كانت دائماً تبحث عن فرص جديدة لتطوير نفسها. كانت تؤمن بأن النجاح لا حدود له، وأن الإنسان يجب أن يسعى دائماً لتحقيق المزيد. مسيرة ديما صافي كانت مليئة باللحظات الجميلة والتحديات. كانت دائماً تسعى لتحقيق الأفضل، وتلهم الجميع بقوتها وإصرارها.
كانت وما زالت رمزاً للجمال والأناقة وقدوة للكثيرين. في تضارب في المعلومات حول تاريخ وفاة ديما، بعض المصادر قالت إنها توفيت يوم الأحد، في حين ذكرت مصادر تانية إنها توفيت قبلها بأيام. التضارب ده سبب حيرة كبيرة بين محبيها ومتابعيها، والكل مستني تأكيد رسمي لتاريخ وفاتها. رغم إن ما في تصريح رسمي عن سبب وفاة ديما صافي، إلا إن بعض المصادر قالت إن ممكن يكون سبب وفاتها أزمة قلبية مفاجئة. الخبر ده صدم محبيها، خصوصاً إنها كانت صغيرة في السن وبتتمتع بصحة جيدة. آخر ظهور لديما صافي كان على حسابها على إنستغرام قبل وفاتها بكام أسبوع. نشرت صورة كانت فيها جميلة ومليانة حيوية، والصورة دي هي اللي زودت حزن متابعيها لما عرفوا خبر وفاتها. خبر وفاة ديما صافي سبب صدمة كبيرة في الوسط الفني والإعلامي في لبنان. كثير من الفنانين والإعلاميين نعوا ديما وعبروا عن حزنهم الشديد على رحيلها المفاجئ. ديما كانت محبوبة من الجميع، وعلاقاتها كانت واسعة في الوسط الفني. لحد دلوقتي لسه الغموض بيلف وفاة ديما صافي، وما في أي تصريح رسمي عن سبب وفاتها. عائلتها مستنية نتائج التحقيقات الطبية عشان يتحدد سبب الوفاة بشكل قاطع. من المتوقع الإعلان عن سبب الوفاة وتفاصيل الجنازة في الأيام القليلة الجاية. ديما صافي كانت شخصية محبوبة ومعروفة في المجتمع، وكانت دائماً محط أنظار الجميع بسبب نشاطاتها الاجتماعية والخيرية. وفاتها المفاجئة صدمت الجميع وخلت الكل يتساءل عن السبب الحقيقي وراها. التحقيقات الطبية شغالت على قدم وساق، والأطباء بيحاولوا بكل جهدهم يحددوا السبب الدقيق للوفاة. في الوقت ده عائلتها وأصدقائها بيعيشوا حالة من الحزن والترقب، مستنيين أي خبر يوضح لهم الحقيقة. من المتوقع أن يتم عقد مؤتمر صحفي قريباً للإعلان عن نتائج التحقيقات. الصحفيين والإعلاميين مستعدين لنقل كل التفاصيل للجمهور اللي بيترقب بفارغ الصبر معرفة الحقيقة. في الوقت ده الناس في المجتمع نظموا وقفات تضامنية وإضاءة شموع تكريماً لذكرى ديما. الكل بيحاول يعبر عن حزنه ودعمه لعائلتها في الوقت الصعب ده. الأيام الجاية هتكون حاسمة في تحديد مصير القضية ومعرفة السبب الحقيقي لوفاة ديما صافي. الكل مستني بفارغ الصبر، وعائلتها بتأمل إن الحقيقة تظهر قريباً. لحد ما تظهر الحقيقة، الكل بيحاول يلاقي السكينة والراحة في الذكريات الجميلة اللي تركتها ديما وراها. وفاتها كانت صدمة، لكن ذكراها هتفضل عايشة في قلوب الكل. ديما صافي هتفضل رمز للجمال اللبناني، وهتفضل ذكرى جميلة في قلوب محبيها. ديما رحلت عن عالمنا، لكن تركت وراها إرث من الجمال والإنجازات.